بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 17 من فبراير، نتقدم نحن منتسبي مديرية أمن زوارة وبرفقتنا مكتب الدعم المركزي رأس جدير وكذلك فرع مباحث الجوازات زوارة ومكتب الأمن الدبلوماسي بزوارة بأحر التهاني لكافة أحرار ليبيا الحبيبة بهذه المناسبة، وإننا إذ نعاهد أنفسنا ضباط وضباط صف وأفراد وموظفين مدنيين أن نكون العين الساهرة على أمن وحماية مكتسبات هذه الثورة، ومع بناء مؤسسات الجيش والشرطة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، سائلين من الله العون والسداد والرحمة للشهداء الأبرار بإذنه والشفاء العاجل للجرحى وفك الأسرى وعودة المفقودين إلى ذويهم. عاشت ليبيا حرة أبية. منتسبي مديرية أمن زوارة بتاريخ 17/2/2020.